مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. رفضت المغنية المغربية زينة الداودية رفع علم الجزائر في حفل نسائي أقيم في باريس حضرته عدة جاليات. موقف أثار استغراب رواد سوشيال ميديا، كيف لمغنية مغربية ترفض علم الجزائر وهي تغني باللهجة الجزائرية والرأي الجزائري. أنا مع سيدنا لا يصوت. إحنا الشعب الجزائري كان مزعم هذه غيابة المجاش بلا، لكن أولا وأخيرا عاش المغرب، عاش محمد السادس. مع احترامي لكل الأمة العربية وكل الجاليات المغاربية لنورنا اليوم، تحية لكم غالية من القلب، لكن اللي قيس بلادنا بالماء مرشوح فداء للوطن. الله الله عرض إعلاناتكم على باخة باستارز. تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.